نادي المشاريع الاجتماعية، وقررنا احنا كطلبة نعدلوا هذا الحفل الخيري للأرباح ديالو غنتبرعوا بهم لجمعيات دار الهناء اللي كتهتم بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالأرباح ديال هذا الحفل غنساهموا أننا نحسنوا وضعية العيش ديالو وندخلوها غير شوية ديال الفرحة لقلوبهم. كاين واحد كيغني الراب حتى هو مداوي الاحتياجات الخاصة، وراها غيكونوا الإخوان بالميل. حاجه السلام عليكم. صافي بليزير نكونوا اليوم عاوتاني معنا ستانجو، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه، وما غنحسبوش حيت مرات كثيره. احنا اليوم في واحد ليفينمون اللي جميل بزاف وعنده واحد الصوره هادفه، اللي هو غنفرحوا واحد الناس اللي هما ديجا محتاجين، وكنشكر اي واحد حضر وساهم باش او يعني ساهم غير باش يدير واحد الضحكه لواحد واحد الشخص. السلام عليكم، هذا شرف لي طبعاً الحال باش نكون حاضر معكم، وشرف لي انني كندوز في انترفيو ديال طنجه وبصيفتي رابور دوز في هذه الامسيه، هذه حفل كبير اللي جمعني في هذه الاسيسياسيون ديال جمعيه معاقين، بصيفتي رابور مداوي احتياج الخاصه. كنتمنى ان شاء الله نكون في حسن الظن الجمهور اللي كان حاضر، وكنعطي تحيه للناس اللي خلاو عطوني الدعوه باش نكون حاضر، واللي شافوا بنظره ديال الناس اللي يعني ما واخدينش حقهم وسائل الاعلام. كنتمنى الحمد لله او ما عطونا فرصه تلاقينا بالجمهور، ونتمنى ان شاء الله ديما نكونوا في حسن الظن ديال الجمهور ديالنا. تحياتي، شكرا بزاف.